ساحة المحاكم في بنغازي ميدان آخر للتحرير في بلد عربي آخر، توحي مؤشرات كثيرة بأن نظامه يتداعى. ليست بنغازي ثانية أكبر مدن ليبيا فحسب، إنها أيضا مسقط أكثر من نصف القتلى المعروفين في ليبيا منذ اندلاع شرارة الثورة الحالية فيها في 17 من الشهر الجاري. تلك الثورة التي وقودها الشباب ومطالبهم الملحة والليبيون والليبيات الذين يتحدثون اليوم بمرارة عن 4 عقود من حكم العقيد معمر القذافي. نطالب الا بالحرية والاستقرار والامان، ولهذا قينا 40 سنة لم نشعر بلذة الامان ولا استقرار ولا حرية، وكل كبت ودولة غنية ولديها قدرات تعيش ملايين من الشعوب، مش نحن عايشين في الفقر وفي القهر وفي الاستبداد. هذه الثورة ليست ثورة افراد، ليست ثورة افراد، هذه ثورة شعب باكمله بالكامل بجميع اطيافه والوانه واختلافاته الفكرية والعقلية والعلمية، والجميع في 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 هبة واحدة كانت. عندما يقول انها ثورة قاموا بها الحشاشين والخمرجية، هل هذه الجموع الذي تراها خلفنا الان، هل الان مجتمعة، هل هذه الجموع هي، هل هذه الجموع هذه جموع خمارين وحشاشين وسكرجية؟ هذا أب الشهيد محمد اللي سجن في المطار ليلة اللي طلعنا من الكتيبة اللي جهنم مش الكتيبة، يعلم الله كيف درنا وش درنا. هذا بات الشهيد محمد السجن قدامي في المطار الله يرحمه، أسأل الله أنا. هذا عبد السلام، هذا عبد السلام السير، هذا أب الشهيد محمد. كان اليوم يوم غضب كسابقيه منذ أسبوع، ويوم ترحم ودعاء لأنه جمعة. ازدحمت فيها ساحة المحاكم التي سماها المتظاهرون ميدان التحرير. ثورتنا ثورة بيضاء وهو يريدها حمراء، ولن نجعلها كذلك. إننا لن نتخلى عن هذه الثورة مهما كانت الأسباب وتعددت، وإن هذا الشعب يرفض بشدة قوية أي تدخل عسكري. في إحدى قاع المحكمة نظم ائتلاف ثورة 17 فبراير أول مؤتمر صحفي له، وأعلن تشكيلة مجلس لإدارة بنغازي يضم 13 ممثلا للقطاعات المختلفة، وقال إن مجلسا عسكريا للحفاظ على الأمن يوجد قيد التشكل. الآن المرحلة تتطلب الجميع وتتطلب جهد الجميع، الولاء للوطن أولا والعناصر الوطنية والكفاءة. الكفاءة أي مرفق يجب أن يتم اختيار الإنسان الكفل لإدارة هذا المرفق، هذا ما توخيناه ونسأل الله أن نكون وفقنا في ذلك. ولكن من تم اختيارهم؟ هم ليسوا وزراء، يعني نحن لم نعين وزراء حتى تكون الصورة واضحة. نحن عيننا أناس يقوم بالتنسيق مع الناس القائمين. من كل الأعمار يتزاحمون في ميدان التحرير، ليلهم كنهارهم ملك لقضية يصرون على إنجاحها. أيام غضب واعتصام تقضيها النساء ويقضيها الشباب والشيوخ في هذا الميدان، شعارهم أنهم يريدون الحرية مصممون على انتزاعها، مطلبهم الرئيسي سقوط النظام. بيبول مهدي، الجزيرة، بنغازي.